تشوف بس كده كم كحكايه علشان اوريكم في الاخر احنا عملنا ايه من الكحك، عيوب الكحك اللي كانت عندنا. ما بحبش الكحك وجاي لي كحك اعمل بيه ايه؟ كحك زاد مني، كحك فرفط مني، الكحك طلع ناشف، الكحك طلع ناعم، اي حاجه. وزي ما اتفقنا الكحك بيتكون من ايه؟ نعرف بيتكون من ايه واعرف اعالجه ازاي. طيب انا الكحك بيتكون من ايه؟ سمنه ودقيق وخميره بس وحبه ميه، صح؟ مفيش حاجه تانيه. شويه كنت حشياهم بالعجوه، شويه حشياهم بالعجميه، شويه حشياهم بالملبن، مش مهم. كلها فتافيت صغننه، هناخدها. ما تتعبيش نفسك خالص. كل الكحك اللي باظ منك او زاد منك او مش بتحبيه هنعمل بيه ايه بقى؟ هنعمل بيه قرص. عملتها لكم السنه اللي فاتت وعجبتكم قوي، فقلت هقولها تاني عشان اللي مش عارفها يبقى ايه ياخدها معانا. طيب انا ممكن اعمل بيها قرص، ممكن اعمل بيها بقسماط. معقوله؟ اه معقوله. ازاي بقى؟ بصوا هقول لكم دلوقتي، يعني هعمل العجينه وهوريك ازاي ان انا ممكن اعمل الصنفين في الغريب. ما عرفتش اعمل عشان صيدي كانت يا دوبك هتاخد الكيكه، انما هنا انا ممكن اوريك اعمل اتنين ازاي. طيب انا عندي كحك ناشف مني او ناعم او زياده زي ما قلت لكم او فرفط مني، اي عيب فيه او مش عايزاه يعني. فعندي كحك، شمر وينسون، شويه خميره كمان، هو في خميره بس لو عايزين خميره كمان شويه، يعني انا هنا جايبه مثلا قولي كيلو من الكحك او نص كيلو حسب ما انت عايزه، هنا المقادير مش مهمه قوي، المهم انك تظبطي العجينه شكلها ايه. وشويه زيت، هو في سمنه كتير بس هحط له شويه زيت صغيرين كده في الاخر بس، ودقيق كمان عشان هنزود دقيق واللبن. طيب ده ازاي بقى؟ بصوا بقى هجيب يا اما هطحنه بايدي يا اما في المكنه دي هتكون اسهل طبعا كتير، انما لو هتكسريه بايديك عادي كسريه قوي وايه واطحنيه يعني بايديكي. طيب هناخده هنا نكسره، طبعا طبيعه تكسير الكحك اسهل منه مفيش، مهما كان ناشف هو سهل جدا. انا هنا بحشوته بكل حاجه، بيبقى عجميه بيبقى تشكيله يعني مشكل. هاخده وافرمه. ماشي، اي بواقي كحك لسه فيها حبه بس مش مهم. شويه شمر وينسون بقى سواء بقسماط او سواء القرص اللي عملناها ده او ده، وشويه خميره معلقه صغيره كده ولا حاجه بس نصحصح الخميره اللي جوه كمان، بس هي كده دي دي للجديد، دي المكونات الجديده يعني. قولي على الكميه دي على نص كيلو كوبايه دقيق برضو او كوبايتين مفيش مانع خالص، قولي كوبايتين عشان تبقى قرص طريه. ونضرب ليه بقول مبسوسه؟ سمنتها كتير، سمنتها كتير فهتديك هنا قرصه ايه مبسوسه. ودي نسيبها تخمر في مكان دافي، كنت عايز صواني بيبي صينيه بقى بيبي صينيه عشان احنا هنطلع من الكحك كذا حاجه. ماشي اهي، دي كده الايه اللي ممكن نحشيها عجوه، اه ممكن تحشيها عجوه، دي كده المبسوسه. حلو الكلام، حلو الكلام. طبعا انا هنا هسوي بسرعه خلي بالكم علشان انا مستعجله، انما انتوا ما تعملوش كده، سيبوها ايه تاخد شويه من استوى يعني. هحط بقى دي في الفرن كده.